عليكم، معك الأخ إسماعيل من حي المسيرة أكادير. المشكل اللي عندي هو أنني تعرضت لواحد الهجوم أغريسي على جوج مرات. تعرضت ليه المرة الأولى تقريبا دابا شي 5 أيام. تعرضت ليه، جيت كنت جاي من العمل ديالي، تأخرت ديك الساعة في العمل ديالي بحكم العمل وبحكم شد مقيم وداكشي، و تعطلت واحد شويه. نقول لك تعطلت تقريبا ديك جوج ونص ديال الصباح هكاك، وانا في العاده ديالي كنوصل كنخرج الكرسي ديالي كنكميها جوج كبار ديالي وكنرجع نعس. علاش؟ لانه 7 الصباح عاوتاني خصك تلقاك عاوتاني في العمل ديالك. هو جيت الاخ الفاضل، جيت هنايا ريحت يلا سعد تقرو، جا هذا المراهق المطهور جا طلب مني، قال لي كنت غادي كمل كارو، كنت غادي نجيب كارو اخر عندي، كنكمي انا جوج كوار في الليل وكنعس جوج كوار اللي كنكمي صافي عندي واحد. ديك الساعه مشيت بغادي نجيب الاخر، قال لي خويا اسماعيل بلا ما تعذبش، انا على حسن نيه، هو راه هذا اللي راه ما عرفتش كاع مستعمل في هذيك الوقيته. قال لي ما تعذبش اخويا اسماعيل، راه انا نمشي نجيب لك كارو، اعطيني نجيب كارو. عطيته فلوس، قلت ليه سير جيب راسك وجيب لي وخذ داكشي اللي شاط وسير دخل داركم، ما تبقاش هاد الوقيته هادي، راه انا غادي نكمي هاد الكارو هذا وغادي نمشي ندخل هاد الوقيته هادي، ما تجلسوش الناس في الزنقه. ايوا جلسنا، جلست تنتسنى في السيد، تنتسنى في السيد، تنتسنى في السيد، السيد جاب الدوره دخل دارهم. فاش دخل دارهم حنا انا كنشوف فيه تدخل دارهم، قلت انا واقيلا هذا نسى شي حاجه في الدار ولا شي حاجه. صافي جلست كنتسنى شي تقريبا واحد ثلث ساعه ربع ساعه بحال هكاك. مشيت قدام الشرجم ديال الدار ديالهم، عيط والاخ بدون ذكر الاسماء تجنبا للتشهير، والاخ هو كيطلع ليا كيصحابني، واش السيد با يقول لي هاني هبط ولا نسى، اسمح لي نسيت ولا هذا ولا هذا ولا هذا. مع العلم ان الدار كانوا كلشي شاعرين فيها كلشي الضو هذا. هبط السيد، هبط في واحد الحاله هيجان، انا ما فهمت والو، انا لحد الساعه مصدوم من ديك الحاله على هيجان. واش هذاك السيد ما عرفتش شنو، واش فاش مشى وجا وقعت شي حاجه ولا فاش مشى ما عرفتش شنو هو المشكل. هبط في واحد الحاله هيجان، هز واحد الجنويه تبعها امو تبعها من اللور. في الاول كتقول لي عفاك ولدي اسماعيل، لوحوا لي الارض. كنقول لها كيفاش لوحوا لك الارض، كيفاش لوحوا لك الارض. واحد الشيء كيقول لي لا راه قصدوه هو. واحد الشيء تابعيني بالموس، واحد الشيء تقلبت امو حتى هي ولات معاه، ولا حتى هي تتسب، هو تيشير بالجنوي وهو تيسب. بحكم العمل اخويا ما نكذبش عليك، انا كنحاول نتهرب على جنوي لو ماكسيموم، حاولت نتهرب كنتهرب. علاش؟ لان الانسان خدام، عنده عمل وعنده بزاف الحوايج، وكيخاف كما كنقولوا كتخاف على وجهك، لان وجهك هو الصوره ديالك قدام العين، قدام منام كلشي، قدام العالم. اي واحد شاف شي حاجه في وجهك راه مشات لك القيمه ديالك ومشى لك كلشي. السيد منين سقط ليه الموس من يديه ولا ما عرفتش كيفاش وقع لي ديك الساعات معانا، ديك الساعات حنا كنا كلشي مضاربين، هو انا كنت كنجري وهو كان تابعني. واش سقط ليه السكين من يديه ولا ما عرفتش، هز بريكه قسمها على جوج، هو شير عليا بها المره الاولى ما جاش فيا، شير المره الثانيه جاتني في الكف، جاتني على مستوى الكف. راه دابا عندي مشكل في هذا في الفم، اقسم بالله العلي العظيم الا غير الخبز اللي كندير في وسط جباني ديال اتاي ولا في جباني ديال الحليب وكناكلو ما كنقدرش نضغل دابا. وغادي تسمع الصوت ديالي، شوف النبره ديالو كي مغيره. هذا بالنسبه للحدث الاول. ومشينا ديك لارينا، استجبوا معنا رجال الامن، كنشكرهم من هذا المنبر ودائما كنجدد الشكر لهم، استجبوا لينا، داروا دورية في عين المكان وهذا. ولكن السيد ما تعتقلش، السيد كيقول لك اودي خصنا سيرتيفيكا باش نعتقلوه، لانه خصو يتعتقل، خصو سيرتيفيكا. لا فاش مشيت دابا فاش وقع الحدث الثاني هو الحدث اللي كان قاصح شي شويه بزاف. الحدث الثاني هو فاش جيت انا جايب خنشه ديال الخبز فيها 30 خبزه، جايبها للمخيم الاطر التربويه بغاو يتعشاو. جيت تركت الدار هنايا، جيت فاش خارج
تلقيتو هنايا في راس الدرب، بداني بلي في الاستفزاز، بدا كيسب، المهم كيسب في اجهزه الدوله عموما بلا بدون ذكر هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، كيسب اجهزه الدوله. وكاين الفيديو، كاين الفيديو ديالو. واحد شويه تم الاستفزاز ديالي، لا انت هذا، لا انت هذا، لا انت هذا. واحد شويه لك انت راجل تبعني، المهم عرفتي راه حنا نفس وحده اللي كاينه، راه ما تقدرش تصبر. تبعته انا كنقول انا اش بغى هذا، تبعته فاش كان فاش كيوصل هنايا كيطلع ليا، شكون اللي كيطلع ليا؟ كيطلع ليا الخال ديالو، الخال ديالو تبارك الله عليه، راه راجل كبير، راه فيت الربعينات، ماشي شي واحد باقي صغير ولا شي حاجه، يعني فيت الربعينات. قلت انا، قال لي اش؟ قال لي خالو مشرجم، قال لي تسنى تسنى راني هابط عندك. انا قلت انا هي مزيانه، قلت منين جا هذا الخال ديالو بعدا نفكوا معاه المشكل، لاننا حنا جيران، نشوفوا شنو هذا التخربيق هذا اللي بيناتنا. وداك الدري هذاك اللي كيستعمل هذوك المواد الملوثه وكيستعمل دوك الاقراص الملوثه وهذا الشيء، شنو هو المشاكل اللي كيعاني منها؟ انا نقدر نتعاون معاه، اذا كانوا مشاكل ماديه ولا شي حاجه نتعاونوا معاه، تعاونت معاه مرارا وتكرارا في المشاكل الماديه ديالو. كنقولوا حنا ماشي مشكله العرهار، يتعالج بنادم من الادمان ويتعالج من بزاف د الحوايج. المهم سيدي خرج الخال ديالو، فاش خرج الخال ديالو ويهبط ما تكلم معايا ما والو، جا هو يشنق عليا، شنق عليا، شنق عليا في التريكو، التريكو ديالي قطع عليا التريكو ديالي، مشات ليا السنسله ديالي راه كيلبسها، مشات ليا السنسله ديالي راه لحد الان باقي كيلبسها هو. داو ليا السنسله، داو ليا واحد المكانه. المهم انا ما شوف راه ما الحق يقال، السنسله ماشي شي حاجه غاليه، واخدها تقريبا بواحد 200 درهم، وما قالت هي ماشي شي حاجه غاليه، واخدها بشي 100 درهم، باش ما نقولوش راه مشات لي شي حاجه غاليه ولا شي حاجه، مشاو لي هذاك الشيء كاع نقدروا حنا كاع نتجاوزوه ماشي مشكل. المهم سيدي جا الخال ديالو شنق عليا، راه كاينين الشهود، كاينين الاخوان الشهود اللي شهدوا البارح واللي مستعدين يشهدوا حتى امام القضاء. شنق عليا، جا من اللور شد لي يديا، وجا الاخر البروس الاخر المراهق، جهز واحد العصف، واحد اليد ديال البيسبول صغيره، وجهز في اليد الاخرى واحد الحديده، ضربني على مستوى الركبه في المره الاولى بالعصا، هبطت ما نكذبش عليك، ضربني عاوتاني على مستوى الفخذ. قلت ماشي مشكل، صافي جديت في راسي، ماشي واحد الشيء جيني تقف في اليد، ها هي هذه دابا ما كنقدرش نطويها، ما نقدرش نحلها، كتبقى مفيكسيه هكا. واحد الشيء ضربني بديك العصا الصدر، الصدر راه درت نوريك الراديو، الصدر الصدر تحل، الصدر تفرق، الصدر تفرق. وهنايا شي كدامات، كاينين هنايا شي كدامات، ها هما نوريهم لك، راه كاينين هنايا من فوق كل شيء. ضربني حتى ضربني في النيف ديالي، وضربني في الراس ديالي، تسعود الغرزات في راسي، ها هما غادي يبانوا لك، تسعود الغرزات على النيف على الفم، يعني ما خلى فينا والو صراحة الله. ضربنا في الراس، ضربنا في النيف، ضربنا في الفم، ضربنا في اليد، ضربنا في الركبه، ضربنا في الصدر، كاع الاعضاء ديالنا تقاسوا، ولكن كنحمد الله وكنشكروا اللي ما تقاش الوجه ديالنا، لان الوجه ديالنا هو كلشي مع الناس، هذا هو الحمد لله اللي كنطلب، اللي كنحمد الله ونشكره عليه، وكنحمد الله ونشكره على جميع الاحوال. المهم مشيت في ديك الحاله الدمويه، دخلت الدائرة الخامسة، مساكن الدراري تخلعوا مني، شافوني في ديك الحالة، لأنه غنوريك نعطيكم التصاور إلا بغيتو تنشروهم ولا شي حاجة، لأنه كانت واحد الحالة دي الفيضان ديال الدم. أنا براسي كنقول واش مهرس لي شي عظم في وسط الراس، أولا تقاس لي شي عارقة ولا شي حاجة، ما فهمتش، لأنه فيضان ديال الدم. دخلت على الدراري تاع الدائرة الخامسة، مساكن استقبلوني حسن الاستقبال، داوني الإسعاف، خداو معايا الإجراءات، وداروا لي فحوصات، خداو لي المهم داو لي داكشي اللي درت تما. خرجت عاوتاني مشيت عند اختصاصيين، مشيت درت لي رين، درت لي سكانير، درت لي راديو، الحمد لله كاين اليد كاينه فيها واحد الشقه ياك، والركبه كذلك حتى هي فيها واحد الشقه. الصدر بالنسبه للصدر راه تفرق، بالنسبه للمستوى هنا على مستوى العضله، هنا مستوى الجانب ديال الصدر راه غا من فوق، قالوا لي غا من فوق. الكوت حتى هو قالوا لي راه مقصح فيه، واخا ما كنقدرش نطوي مزيان. درت شكايه بهذا السيد، درت جوج شكايات، ماشي شكايه واحده، جوج شكايات اللي درت لحد الان مازال ما تعتقلش، لحد الان باقي كيدور وكيدور وكيدور ومش يضربني.
يعني كيفاش يجي يضربني؟ علاش كتقلب؟ انا ما مفهومش عندي هادي يجي يضربني. واش انا باي صفه غادي نجي نضربك؟ واش انا مخزن؟ واش انا يا باك ولا امك؟ واش انا عائلتك باش غادي نجي نضربك؟ ما يمكن. هو الغريب في الامر وهذا هو. انا كنطالب من السلطات الامنيه الا كانت كتشوف هذا الفيديو هذا يكون الاعتقال احتياطي. هما قالوا لي ما يتعتقل تجيب سيرتيفيكا اليوم الثلاثاء عاد باش يتم الاعتقال ديالو منين نجيب سيرتيفيكا. ولكن السيده هذا هو البارح انا خرجت غير البارح خرجت عند مول الحانوت شبع فيا سبان لا ولا الوالده ديالو قدام المره قدام الناس وسبان وهذا وهذا واني ما قدرتش نتجاوب معاهم. علاش؟ لان قدرت طلع لي امو تسبى فيا ولا يقدر هو نيت يقول لهم راه ضربني ولا شي حاجه. انا دابا وليت انا كنخرج كنسمع السبان وليت مهدد. الحياه تاع الاخوان ديالي مهدده، الحياه تاع الاخوات ديالي، عندي اخوات صغار تا هما مهددين. المهم كلشي مهددين حنايا. دابا السيد كيستعمل اقراص مول ويسا حتى ما كيبقاش عاقل على راسو وكيزيد دابا بشي مخدرات اخرين ما الله اعلم. انا هادشي اللي على حسب ما تعاود ليا من طرف الاصدقاء ديالو اقراص مول ويسا والمواد الكحوليه. ولاني الله اعلم يا اخي باش ما نكذبش عليك، الله اعلم. داكشي ما كنكونش هنا بزاف في الحي ما كنعرفش اش كيوقع. رسالتي الاخيره موجهه للسيد الحموشي، موجهه لصاحب الجلاله، وموجهه للولي الامن ديال اكادير باش يتم الاعتقال ديال هذا الاخ هذا في اقرب الاجال، لانه يشكل تهديد. واخا اعتقال احتياطي حتى نجيب سيرتيفيكا ان شاء الله يوم الثلاثاء الى قال الله. راه حنا عندنا هذا النزاهه في القضاء وعندنا الثقه التامه في القضاء ديالنا. الحمد لله كنحمد الله وكنشكره، عندنا الثقه التامه في القضاء ديالنا وعندنا قضاء نزيه جدا ويقتضى به المثل. اقولها واكررها يقتضى به المثل، يقتضى به المثل القضاء المغربي. والحمد لله وكنشكروا جميع المنابر اللي تفاعلوا معنا وجميع الاخوان، كنشكروا جميع السلطات اللي تفاعلوا معنا، السلطات المحليه، السلطات الاداريه، الشرطه. كنشكروا رجال المستشفى الحسن الثاني حتى هما تفاعلوا معنا، المديره الجهويه للصحه حتى هي كنشكروها تفاعلت معنا مزيان، احسن تفاعل. وشكرا وكنشكركم.